شيخنا شيخنا قبل قبل فترة فترة سألت سألتك عن حكم خصية القطط، فقلت إنك يعني لا ترى ذلك، بس هل إذا كان هناك يعني مشقة على تربية القط، إذا كان يعني يوسخ البيت بسبب هذا الشيء، هل يعني يجوز ذلك في هذا الحال؟ ما هو سيبقى هذا الأمر يعني فيه انتهاك لجسده بطريقة غير مرضية. على العموم هي في أنواع يخصى بإبرة، يعني بحقنة، يعني حقنة يحقنها فيفقد هذه الحاسة. هذه أهوى من الخصل بالكي أو ما شابه، لكن الأفضل أنه يزوج. تشوف لك واحد عنده قطة أنثى وأنت عندك قط ذكر، وتخليهم يلتقوا بشهر شباط وانتهى الأمر. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير. آمين وياك. شيخنا ليش شهر شباط تحديدا؟ القطط تثور غرائز في شهر شباط. ما تشوف عنده حبيبي عيد صح. حب بشهر شباط تبعا للقطط. الله المستعان.